بداية ظهور أعراض فيروس كورونا COVID-19 تم تأكيد إصابتي قبل كم يوم. حابب شارككم ببعض المواضيع، وأبداً مو قصدي أني أنصح حدا بأي شيء، لأنه في مصادر أخرى للنصائح سواء الطبية ولا غيرها. وحابب أجرب تجربة، بدي أجرب أكل معكم توم بصل ليمون وحشوف هل حس فيهم ولا لا. تفضل. أهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا. عم سجل لكم اليوم اليوم العاشر من بداية ظهور أعراض فيروس كورونا COVID-19. تم تأكيد إصابتي قبل كم يوم. حابب شارككم ببعض المواضيع وبتمنى أنه تستفيدوا منها. حابدأ معكم كيف صارت معي الأعراض، بعدين كيف تأكدت إصابتي، وحأحكي بشو استفدت من العزل المنزلي ومن التباعد الاجتماعي بشكل عام. حأحكي شو كان تأثير هذا الشيء على أفراد العائلة، شو هي التطبيقات اللي استخدمتها المقدمة من وزارة الصحة. أول شيء، أنا كنت بإجازة بالمدينة المنورة، صليت بالمسجد النبوي الحمد لله، وشفت الأهل وشفت بعض الأصدقاء اللي كلياتهم وإلى الآن ما في حدا فيهم مصاب وما في حدا فيهم مؤكدة إصابته ولا عليه الأعراض الحمد لله. بس خلصت العطلة رجعت برًا ووصلت على المدينة الثانية اللي أنا شغال فيها. بعد يوم أو يومين رحت على الشغل، دومت يوم الأحد وكانت بعد إجازة العيد. طبعًا أنا دائمًا مطبق التباعد الاجتماعي، فيوم الأحد لما داومت سلمت على الجميع بشكل متباعد بدون طبعًا مصافحة، بدون يعني مع ترك مسافة أمان والشغلات كلياتها، وخلص الدوام ورجعت على البيت عادي. فقت فجر يوم الاثنين اللي هو أول يوم تظهر علي الأعراض. العرض الأساسي اللي كان موجود هو موضوع ضيقة النفس، كان نفسي ضيقان بشكل مو طبيعي. أنا صراحة استبعدت إنه يكون موضوع كورونا، قلت لحالي إنه من السفر واحد جاي وتغيير جو، ويعني أنا بشكل عام في عندي ضيق تنفس، بتصير عندي أزمات من فترة لفترة، فقلت لحالي خلص يعني هي أحد الأزمات، ما توقعت أبداً تكون موضوع كورونا. لكن من وقتها بدأت أعزل حالي منزلياً بغرفة لحالي من لبين ما إني أتأكد من الموضوع إنه هل هو موضوع كورونا ولا لا. على جميع الأحوال اتصلت مشان أحجز موعد بالمستشفى، إنه مشان راجع عند الدكتور اللي براجع عنده بالعادة، فقالوا لي ما في موعد يوم الاثنين، الموعد يوم الثلاثة اللي هو تاني يوم. استنى لتاني يوم، في عندي أدوية عم أخذها، وحجزت موعد فحص الكورونا. طبعا دخلت على تطبيق اسمه تطبيق صحتي وحجزت موعد، وكان أقرب موعد هو يوم الأربعاء. خلال يوم الاثنين وحتى يوم الثلاثة يعني قبل ما أروح على المستشفى كان في عندي موضوع ضيق التنفس بشكل أساسي، صداع مو طبيعي وشوية حرارة. رحت المستشفى يوم الثلاثة فسألوني في عندك أعراض، قلت لهم في عندي أعراض، قالوا نحن معناها منعتذر عن استقبالك، لازم تفحص، ممكن تروح على الطوارئ مشان تفحص. فقلت لهم إنه أنا في عندي موعد فحص يوم الأربعاء، خليني أروح على الطوارئ مشان يقدموني للخدمة. ورحت على الطوارئ حكوا لي نفس الشيء، طالما عليك أعراض فلازم تساوي مسحة، ما فينا نقدم لك أي خدمة لحتى تساوي مسحة. هلأ الشيء اللي هن ما قالوا لي إياه إنه طالما الواحد ظهرت عليه الأعراض فالمكان الأساسي اللي لازم يتوجه له هو عيادات تطمن. عشان هيك انا حابب لكم هاي المعلومه، بوجود اي اعراض مباشره توجهوا لعيادات تطمن، سواء عندك كورونا او ما عندك كورونا، هنيك بيقدموا لك الرعايه المطلوبه وبياخذوا لك مسحه مباشره. على جميع الاحوال رجعت على البيت واستنيت موعدي لتاني يوم اللي هو يوم الاربعاء بعيادات اسمها عيادات تاكد. لما تروح على عيادات تاكد بتروح بالسياره، بيبعثوا لك الموقع تبع الفحص برساله SMS. كل اللي عليك تعمله انك تروح بوقت الفحص على مركز الفحص، فحص عندهم ميسر ومسهل بشكل مو طبيعي. بتروح بالسياره بس توصل، بيكون في قدامك طبعا سيارات، كل واحد جاي على موعده. بمجرد ما يجي دورك بياخذ منك بيانات الهويه، بيتاكد من اسمك، المسحه بتكون من التم من الحلق تحديدا، وبتمشي. يعني الموضوع كلياته على بعضه، الفحص من اول ما يجي دورك لحتى تخلص اذا كانت امورك جاهزه وسريعه ما بياخذ دقيقه. طبعا ممكن تشعر بالم خفيف جدا بالحلق بس تخلص الفحص، لكن حسب ما فهمت هو بيظل أسهل وأبسط من موضوع الأنف. بالنسبة للنتيجة، النتيجة بتأخذ من يوم إلى يوم ونص، ووقتها خبرت الشغل بشكل رسمي وخبرت اللي كانوا على اختلاط معي بشكل مباشر آخر 14 يوم. طيب بالنسبة للنتيجة، ممكن تدخل على التطبيق وتلاقيها، في ناس عم تجي SMS في ناس ما عم تجي. أنا صراحة ما أجتني SMS، شيكت عن طريق الابليكيشن. يوم الأحد اتصلوا فيني وزارة الصحة وأخذوا مني بعض المعلومات وقالوا لي انه حيبعثوا لي اجازه مرضيه 14 يوم. طبعا من وقتها بيصير الواحد مجبر بالعزل المنزلي لمده 14 يوم، المفروض ما يطلع. اي شيء الواحد بده اياه من احتياجات واغراض وغيره مفروض يطلبه، يا اما عن طريق التطبيقات او من خلال مساعده يعني الاصدقاء، اللي بشكرهم جميعا صراحه انهم عرضوا خدماتهم بشكل جدا يعني الله يجزيهم الخير، ما قصروا. طبعا الواحد اذا احتاج رعايه صحيه اكيد بيقدر يطلع يعني مشان ياخذ الرعايه. طيب بالنسبة للعائلة، للأسف شكل الواحد بس تطلع عليه الأعراض بيكون عدا كل أفراد العائلة.
طيب هلا حابب احكي لكم على الاعراض اللي هنا بيقولوا طبعا انه بتختلف من شخص لشخص، فبالتالي انا بحكي لكم من الاعراض اللي طلعت معي، هي ليست مقياس لاي شيء. اول 3 ايام مثل ما حكيت لكم موضوع الصداع الشديد، موضوع ضيق نفس شديد، الحراره اللي كانت تروح وتجي، زائد تعب عام، تعب شديد جدا جدا. موضوع قابليه الاكل شبه بتختفي، يعني الواحد اذا ما تذكر انه ياكل فما راح يجوع مشان ياكل. الحمد لله الاعراض بدات تخف تقريبا من اليوم الخامس، صارت تروح وتجي، يعني اعراض بتجي وبتروح. مثلا انا مسجلكم اليوم العاشر، الاعراض ما راحت تماما، ببعض الاوقات بتجي. تقريبا باليوم الخامس اختفت حاسة الشم كليا، حاسة التذوق خفت. بدي اجرب اكل معكم توم وبصل ليمون وحشوف هل حس فيهم ولا لا. طيب في نقطة بس بدي أقولها مهمة جدا جدا جدا، أهمية التباعد. الحمد لله رب العالمين من فترة طويلة جدا، يعني من شهر 3 تقريبا، وأنا أخذ احتياطاتي بشكل كتير كبير، يعني موضوع تعقيم الإيدين، غسل الإيدين، هي الشغلات كلها أخذها دائما يعني، لكن سبحان الله كان من نصيبي أنه أنصاب. ممكن يكون الشغلة الوحيدة تكون هي المصدر الإصابة، ممكن الله أعلم، هي ممكن التبادلات المالية، ممكن من أي بقال الواحد يروح عليها الشخص اللي يحط له الأغراض بالكياس يكون مصاب، يعني الاحتمال أن واحد يحمي حاله 100% هذا الشيء مستحيل، لكن الحمد لله رب العالمين. الشيء اللي بيطمني جدا جدا أنه ما حدا من عائلتي اللي بالمدينة انصاب ولله الحمد، ما حدا من رفقاتي اللي بالشغل انصاب ولله الحمد. هذا شيء جدا مطمئن، لانه لو انا ما باخذ بالاحتياطات وبالاحترازات تباعد، فبقلكم انه بالشغل على الاقل 50 واحد كانوا انصابوا، لكن الحمد لله رب العالمين ولا واحد انصاب، ما نقلت العدوى لاي حدا، وحتى الشخص اللي معي بنفس المكتب راح وحلل والحمد لله طلعت النتيجه عنده سلبيه. وهون الشاب اللي معي بالمكتب اللي حكيت لكم عنه، شو كان شعورك لما وصلك خبر انه الشاب اللي معك بالمكتب اللي هو انا مصاب؟ صراحه يعني توقعت نسبة كبيرة إنه يكون أنا مصاب كمان، مع إنه كان في بيني وبينك تباعد، كنت معزوم عند ناس واضطريت أترك العزيمة وأطلع مباشرة، يعني حتى هم حاطين الأكل ما رضيت آكل، طبعاً لأنه أنا يوم كامل وأنا معك توقعت نسبة كبيرة إن أنا مصاب. طب سؤال ثاني، لما سمعت الخبر هل حسيت إنه كل الإجراءات اللي إحنا عم نتخذها ما لها أي داعي؟ إذا بدك الصراحة حسيت إنه إنها هاي الإجراءات كثير مهمة لما طلعت النتيجة سلبية، بالعكس يعني أنا أتوقع إنه إذا نظامنا بشكل عام صار هيك بكون أحسن، يعني سواء لهذا الفيروس أو لغير الفيروس. كوني إنه أنا عم آخذ بالأسباب هذا الشيء مهم جدا، صحيح إنه انصبت أنا، لكن في كتير غيري كان ممكن إنه يصابوا، لكن الحمد لله أنا ما أصابوا. في كتير ناس لسه أخذين الموضوع إنه هو موضوع ليس جدي، ممكن واحد ينقل المرض لشخص وهذا الشخص يروح المستشفى، أو يعني حتى المرض نفسه هو مزعج جدا. يعني انا لا اصلي اليوم العاشر، 10 ايام هي ابدا ما كانت سهله. لا تستهينوا بالمرض، لا تستهينوا بالعدوى، حتى انا بعد ما ان شاء الله تنتهي الايام وحرجع حلل مره ثانيه وتطلع النتيجه سلبيه، هذا لا يعني انه انا حرجع استهين، لا ابدا، بالعكس انا ممكن ابقى مصدر لنقل العدوى اذا انا استهنت، حتى لو انا في عندي مناعه منه. انا ممكن صافح شخصين، ممكن صافح شخص مصاب وانه من الفيروس بايدي، وصافح شخص اخر غير مصاب تصيبه العدوى. فبالتالي التباعد الاجتماعي مهم وبتزيد أهميته. ليمون، بسم الله، بالعادة لما أكل ليمون بصير شغلات. فالواحد عم يأكل ليمون، ما بقولكم مالي حاسس بالحموضة، في شوية حموضة، لكن يعني بالحالات الطبيعية مستحيل أقدر أكل ليمونة هيك مثل كأني عم أكل بردان. فها بسم الله، بابا بصل بالبصل. شكرا. ولا بدي اكل بصل احمر، موضوع حاسه الشم اطلاقا ما في شم 0%. حاسه الذوق في 10 20% موجوده، عشان هيك حاسه انا بحموضه الليمون. طبعا انت عم تقطع البصل ما بتدمع ولا دمعه وشو ما صار، كانك عم تقطع تفاح. والاكل هي ورجيكم شنو الاكل، اكل بصل احمر. الفكرة انه انا حاسس انه انا عم اكل بصل، لكن ليس بشدة البصل اللي الواحد الانسان الطبيعي اللي ممكن ياكله. طيب البصل؟ توم. تفضل.
لا صغيرة. شكرا. بس قف قف قف، رجعة الحاسة قوية هي. لطيف، شكرا. بالنسبة للناس اللي بينصابوا بالكورونا، هي ليست نهاية العالم، على الأقل بالنسبة للي بيظلوا عايشين، اللي ما بيموتوا، المليون من أصل 20 مليون اللي انصابوا. أهم شيء الواحد يدير باله على تغذيته وعلى صحته، وأهم شيء نحافظ على إنه هذا المرض يبقى عنا بس إذا انصبنا فيه وما ننشره للبشرية. الحمد لله الإصابات عم تخف والحالات النشطة عم تخف، لكن إلى الآن لسه ما انتهت. لا تنسوا يا جماعة إنه دراسة موقفة، حدود مسكرة، كل هاي الشغلات لا تزال موجودة. من الفيديو القديم اللي ساويته أنا إنه تبع الواحد لا تصافح، مشان الله لا تصافحه إلا يومكم هاد. التباعد الاجتماعي مهم جدا، حافظوا على صحتكم، حافظوا على صحة عوائلكم، وبتمنى لكم دائما صحة دائمة وتامة أنتوا وأحبابكم والجميع. اليوم بكون كملت 35 يوم من بداية الأعراض اللي إجتني بالكورونا. هذا هو ثالث فحص إلي. هلأ واقف أنا على الدور مشان الفحص، إن شاء الله أن يكون النتيجة سلبية، مع أنه أنا لما فحصت قبل أسبوعين توقعت النتيجة يعني خلاص هتكون سلبية أكيد، لكن للأسف كانت لساتها إيجابية. ماسا، أنت بدك تفحصي كورونا؟ ليش؟ لأنه ما في كورونا تعال شوي. طب خلينا نفحصك يا احتياط عشان اتاكد. هي مو وجعني الحمد لله. طب ما بتوجع؟ مو بتوجع، انا ابكي بعدين ابكي. هيك ما ابكي بس اولي انا بابا حطني كمان بابا امها. انا امتى بس بدي اصور فيديو هيك مامتي؟ شوفوا فيديوهات ايديني هي في اليوتيوب وهيك شغلات. شوف دي ورد بابا يا حلوين. باي باي توتو. الحمد لله طلعت النتيجة، والنتيجة طلعت سلبية، واليوم رايح على الشغل، أول يوم دوام بعد انقطاع أكثر من شهر. وبشوفكم إن شاء الله بفيديوهات قادمة لها علاقة بالسياحة والسفر بشكل أساسي، وفي عندي بعض الفيديوهات اللي بدي كنت محضر لها بالفترة بعد انقطعت، وراح كملها إن شاء الله تحضير مقابلات مع مختصين بمجالات مختلفة. تحياتي لكم.